الدولار يتعافى يوم الجمعة من أدنى مستوى منذ 8 أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري بعد تصريحات تدعم رفع الفائدة الأمريكية. الذهب يغلق على انخفاض يوم الجمعة بعد موجة ارتفاع استمرت لأسبوع جراء توقعات برفع الفائدة الأمريكية هذا العام. ارتفع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي بعشر منصات ليصل عددها الإجمالي إلى 406 حفارات. الاحتياطي الفيدرالي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث إلى 2.96% من 2.43%، وذلك عقب زيادة أكبر من التوقعات في الإنتاج الصناعي في يوليو.